بيتكلموا عليه ازاي كده يعني. طيب انا عايز اقف مع النمسا دي، لانه لما انت تيجي تقول لي كده، انا طبعا مش تابع كوره في النمسا بصراحه، ومنتخب النمسا باستثناء قلبة ما اعرفش منه، هو ديفيد قلبة هو ما اعرفش منه حد يعني. لكن في النهايه لما تيجي تقول لي ان منتخب مدير فني جه مسك منتخب جابه من 77 خلاني نمره 10، لازم اقف مع التجربه واقول ازاي عمل ده. بس قبل ده عايز افهم بس سريعا ايه قصه العرض بتاع منتخب سويسرا. هو مضى عقده في اخر 2011 مع منتخب النمسا، قعد معاهم سنتين ونص، عمل تصفيات مقبوله جدا بتاع كاس عالم، تمام، خسرها في تفاصيل بسيطه جدا مع السويد، تمام. فجاله بعد كده عرض من منتخب سويسرا انه يمسك المنتخب بعد كاس العالم 2014. طيب خلينا نشوف عرض منتخب ماشي. سويسرا أوكي. وارجع اشوف ماشي. ازاي عمل طيب. يعني مشوار بقى النمسا ده، هو خد أوكي. المسؤوليه طيب. ازاي عمل أوكي. الشيفت دي، خدهم من 77 ل 10، دي مش نقله، انا دي طفره من طبعا في كره في بلد تعتبر مش من الدول القويه على مستوى كره القدم، لا على مستوى الانديه ولا منتخبات. بس تعالوا نشوف قصه عرض سويسرا دي ونرجع نتكلم على مرحله النمسا. بعد نهايه التصفيات والاداء العالي اللي هو كان عامله جدا، يجي له عرض من بلده من منتخب سويسرا. رئيس الاتحاد السويسري كان نائب رئيس نادي سان جالن لما هو كان بيدربهم زمان، ويا سلام لما تبقى خليفه اوتمار هيتسفيلد في منتخب سويسرا. منتخب سويسرا بعد كاس العالم 2014 عايز مارسيل كولر. كولر كان في حيره شديده جدا ودخل في صراع نفسي وبيقول ان انا كانت العاطفه غالبه عليا. بدا يطلع كلام في الصحافه النمساويه ان هو خاين، لكن هو قعد مع رئيس الاتحاد هناك في سويسرا وقال له انا اتعلمت الفضائل السويسريه، انا عامل زي الساعة السويسري، العقارب بتاعتي مينفعش تطلع براها، انا راجل منضبط، انا عندي شغل في النمسا ما كملتوش، انا حبيتهم هناك وحبيت العيشه والناس هناك بتحبني، وانا حاسس ان انا عندي حاجه لسه ما كملتهاش، واشتغلت سنتين ونص ومحتاج اشتغل اكتر. حمله على فيسبوك في الصفحه بتاعته في يوم واحد جاله 50,000 لايك، في لعيب في المنتخب اسمه ايفان سانشيز قلب البنت العريض كده، لو مشي كلنا هنندم، يوجد مارسيل كولر الواحد فقط. وفي النهايه في اكتوبر 2013 يتم تجديد عقد مارسيل كولر، نداء الانضباط والالتزام غلب على نداء العاطفه ونداء بلده، يجدد عقده مع النمسا لحد يورو 2016 عشان هو ده حلمه. ايه قصه جيل 78 يا شادي؟ هو لما جه مسك منتخب سويسرا، منتخب النمسا، منتخب النمسا كان عنده جيل تاريخي سنه 78، كسب المانيا 3-2 في كاس العالم 78 في الارجنتين في بلد اسمها كوردوبا. فهم حتى بيسموا المنتخب ده ذا ميركل اوف كوردوبا، معجزه كوردوبا. معجزه كوردوبا. فالفريق ده فيه اربع لعيبه مدربين وفي غيرهم كتير مدربين، فجبتوا جايبين لنا واحد سويسري، طب ما احنا اولاد البلد بقى اولى. فطبعا عملوا عليه حفله جامده جدا في الصحافه، وكان في استوديو كده متجمعين فيه كلهم على ترابيزه واحده ماسكين كولر ده مقطعين، منهم بقى واحد اللي هو اسمه كورتيارا، ده كان زميله في الملعب اربع سنين ودربه سنه في جراس هوبرز. فحتى لما الناس كانت بتساله ده كورتيارا بيقطع فيك، ما بيردش يعني، هو كولر ما بيردش، بيرد بالشغل. فكانت حرب جامده جدا، وبعد كده الناس دي كلها رجعت اعتذرت له طبعًا. كلهم طبعا، لان هو عمل تصفيات كويسه قوي في كاس العالم، طلع الثالث بس قدام السويد والمانيا، ده طبيعي. دخل بعد كده بقى جددوا له عقده، مطالبات بقى بتجديد العقد وكده، دخل على تصفيات يورو 2016. هي دي بقى اللي عمل فيها الطفره الرهيبه بقى قبل اليورو. هقف مع اليورو. هو اشتغل يعني، هو بيشتغل جماعي وفردي، بس انا اكتر حاجه بتعجبني في الراجل ده التعامل اللي هو الشخصي مع الناس. تمام. هو كان عنده مثلا نجم الفريق اسمه ماركو ارناتوفيتش، ده لعيب مشاغب، كان عنده مشاكل وناديه وقفه وحاجه زي كده، كان بيقول له انا ماليش دعوه الناس بتقول عليك ايه، انت معايا هتتمرن كويس، هتسمع كلامي، هتشتغل، هتشاب التحليل فيديو معايا واقول لك تحركاتك ايه، لان هو ما كانش مقبول جماهيريا هناك، بيضيع فرص كتير. فطفره عملها كبيره جدا مع ارناتوفيتش. كان في مهاجم اسمه مارك يانكو، نديم عاقبه وما بيلعبوش، كان بيقول له نفس الكلام، وكان بيساعد اللعيبه هناك كمان حتى انها تحسن الكارير بتاعها. يعني لما يلعبوا مع المنتخب ويتحسنوا كانوا بيروحوا ينتقلوا لانديه ثانيه. فاشتغل بصراحه يعني. في برضه ملاحظه انا ما قلتهاش في الفيديو، دي مهمه بالنسبه لي قوي. اول ماتش كان في اخر 2011، اول ماتش مع النمسا، بعدها بخمس سنين ماتش الصعود ضد السويد في ستوكهولم، كان مستخدم 8 لعيبه من اصل 11 اللي بدا بيهم اول ماتش لحد ماتش، يعني خمس سنين متتاليه في سكواد اساسي بيلعب معاه. ده معناه ايه؟ ما هي تفسيرها ايه؟ تفسيرها ان انا مدرب من الاول نظرتي كويسه اصلا. انا 8 لعيبه مكملين معايا الرحله. يبقى اذا انا مش بتاع يعني، مش بعمل اي حاجه يعني. فلا طبعا طفره كبيره جدا. قصه اعلان كولر في النمسا، هو يعني رغم ان هو سويسري الناس حبيته جدا هناك، كان ينزل في الشارع ياخد سيلفي مع الناس زي هيكتور كوبر كده لما جه عندنا في مصر، عمل الحاله دي. بس مثلا يعني حاجه من الحاجات، في تشابتر كامل في الكتاب
راجل مدير اوركسترا فيينا لمده 26 سنه بعت له جواب بيطلب منه ان انت جدد عقدك معانا، احنا بنحبك، وربطه البدله وربطه الكرافطه، وانت بتعزز الفضاء للنمساويه عندنا، السويسريه عندنا في النمسا. رئيس الجمهوريه طلب منه طلب مباشر انه يجدد عقده. فيعني هو عمل حاجه هناك كبيره يعني. جدا جدا. عمل بقى حمله اعلانيه هناك بيتكلم باللهجه النمساوي طبعا. أوكي. هم بيتكلموا الماني. نشوفها بدل ما نقعد نشرحها للناس، نشوفها بسرعه. أوكي. ونرجع على طول. كولر قبل المراحل النهائيه في التصفيات بقى نجم الشباك. شركه كبيره عملت معاه حمله اعلانيه جسد فيها شخصيه ميكانيكي وشخصيه عازف وبيقدر يقول كلام باللغه النمساويه رغم انه صعب. شعار الحمله: النمسا بيها 8 مليون مدرب، اثبت انك الصفقه الافضل. وزي ما اتحب في النمسا اعتقد متفقين ان هو كمان اتحب في مصر. جمهور الاهلي، انا كنت لسه بقول في حلقه من الحلقات، في مدربين كتير جدا ما يتنسوش واساطير واسماء هتظل خالده في الذاكره لسنين طويله جدا، لكن ما تقدرش تقول ان في حد فيهم اتحب بسرعه كده. تهيألي كولر من سنه اولى اهلي اعتقد سكن طبعا في قلوب الاهلاويه. طيب اروح بعد كده بقى للصعود ليورو 2016. دي اقرب حاجه، هو ده يعني احسن انجاز لي. انا هقول لك على حاجه، النمسا عمرها ما صعدت يورو بتصفيات. عمرها مره واحده صعدوا، لان هم المنظمين، بلد المستضيفه البطوله. فان انت تلعب 10 ماتشات تكسب 9 وتتعادل 1 في تصفيات اليورو والتعادل مع السويد، وكان متضايق كمان انه تعادل الماتش ده. وفي ماتش من الماتشات في الاخر كانوا خسرانين 2-1 وكسبوا في اخر ربع ساعه 3-2، طلع بعد الماتش عنف اللعيبه جامد قوي في اوضه اللبس: انتوا رجعتوا زي ما انا قبل ما امسككم، انتوا لازم في انضباط لحد اخر ثانيه. طبعا ماتش بالنسبه لي ده ماتش ملحمي ليه، هو انك ماتش الصعود تكسب السويد في ستوكهولم 4-1. ستوكهولم عاصمه السويد. أيوة. في ملعبهم يعني، في ملعبهم. والفرقه فيها زلاتان ابراهيموفيتش وفرقه خبره يعني طبعا. لا طبعا ماتش كبير جدا. انا اتفرجت على الماتش، فرقه واقفه كويس قوي، ده مش موضوع صدفه يعني. فرقه اتطورت في 4 سنين معاه او 5 سنين بشكل مخيف يعني. تطور فردي وجماعي. هنا تقدر تقول عليها انه قمه النضج وقمه النجاح في مشوار كولر التدريبي قبل وصوله للقاهرة. بالظبط. صح. وأنا يعني ممكن تقول دي أهم مرحلة أو أهم بصمة حققها كولر مع منتخب النمسا في مشواره التدريبي. هو في كتابه أي حاجة قال أنا لما جه يختار النمسا قال أنا رفضت عروض كتير قوي قبلها، أنا خلاص فكرة إن تاني أمسك نادي ما عندوش إمكانيات صعب. أيوه. فهتديني إمكانيات هشتغل، فهو لقى نفسه في النمسا طبعًا. قصة